انت يا احمد، انت باباك بيشتغل في شركة المية، لا مهندس شركة اسكندرية الأسمدة. الأسمدة، هو مهندس. احكي لي بقى، انا عرفت ان من اولى اعدادي وانت مقرر انك تتعامل مع العلم بره كتاب مش أولى العلوم. إعدادي، هي الموضوع كله بدأ من 5 ابتدائي تقريبا أو 4 ابتدائي. أنا الموضوع بدأ إن أنا كنت يعني أنا دايما من وأنا صغير خالص كنت أنا وأخويا بحب إن أنا أعمل دايما زي اختراعات، حاجات بسيطة. يعني مثلا كنت بحب أعمل، يعني وأنا في 5 ابتدائي تقريبا عملت روبوت، عملته بحاجات بسيطة قوي، ومن هنا الموضوع كله بدأ بسبب الروبوت ده. باباك هو اللي كان بيساعدك يا لا محمود؟ أنا كنت دايما بشتغل مع أخويا يعني. اخوك. فعملت الروبوت ده، فمستر مستر من كنت يعني مستر شاف الروبوت ده، هو ابن المستر ده كسب في مسابقة انتل باسيف وسافر ايسف، فهم شافني بعمل الروبوت ده فقال لي لا انت ازاي يعني ما قدمتش في حاجة زي دي. ومن هنا بدأت بقى ان انا اروح مكتبة اسكندرية وابدأ بقى اشوف يعني ازاي انا ممكن اوصل المسابقة دي. وبدأ الموضوع كله بان انا بدأت اشارك في وركشوبس في مكتبة اسكندرية لمدة 3 سنين ورا بعض، بان انا بقى الوركشوبس دي فيها كذا حاجة، يعني بنتكلم عن الفيزيكس وعن الكيمستري، بنتكلم على كذا كاتيجوري، يعني مش حاجة معينة، ما كنتش لسه اتخصصت ان انا عايز انجينيرنج انت في مدرسة الليسي صح؟ لسي. وبعد كده بدات ان انا اخدت كورس روبوتكس وكورس الكترونكس برضه جوه المكتبه، ومن هنا بقى بدات ان انا عرفت المسابقه، وعرفت ان انا اهم حاجه في المسابقه دي ان انا ابقى ماشي على البحث طرق البحث العلمي الصحيحه، لان هي دي الاهم في اي بحث انا لازم ابداه، ان انا ابقى يعني ماشي يعني مش بس الفكرة، مش بس الفكره يعني. الطريقة، المنهج. يعني ناس كتير مننا عندنا افكار كويسه جدا، بس المشكله اللي يقدر يوصلني هو المنهجيه العلميه اللي تقدر من الاخر اوصل لنتيجه ممكن اي حد في العالم يعترف بيها، وما بنبقاش نبص لفارق سن، لا انا وصلت النتيجة ممكن يوصلها دكتور في جامعه، ممكن يوصلها اي حد. يعني زي ما بيقولوا انت الباسيف تقريبا كانها دكتوراه بيعملها صغير. حد صغير، لان احنا اهم حاجه الساينتفك ثينكينج، ان انا ببدا اشوف الاول، ببدا ابحث عن بروبلم، بعد كده اعمل باك بس انت جراوند في ريسيرش. مدرسين كده معديين يقول لك يا عم يا ابني ركز في المذاكرة يا ابني. طبعا يعني في كل قاعده ليها حاجات مختلفه، يعني في مدرسين كويسين جدا، وفي ناس يعني في المدرسه عندي كم مدير وناس كويسه تقدر جدا، وفي ناس ايه اللي انت شايفينك بتعمله، بدعوات، فما فيش حد ثابت، ما فيش مكان فيه كل الناس اللي فيه مش كويسه بدل ما تقعد تفكر في اختراعات تقعد تصمه في الكتاب يا احمد، ولا ايه؟ ولا يعني هو اهم حاجه تنظيم الوقت. يعني هو اهم حاجه ان انا يعني اعرف امتى ما احمد اقصرش. انت فعلا بتروح مكتبة اسكندرية بتساعد الصغيرين اللي لسه داخلين، بتديهم مساعدة و اهم يعني يعني حاجه مهمه قوي العمل التطوعي. انا قعدت 3 سنين باخد من مدرسين، ناس في المكتبه يعني ناس من الستاف بتاع المكتبه وبتعلم منهم، وفي فولنتيرز كانوا شغالين معانا، بعد كده خلاص خلاص كبرت ما ينفعش اخش في الحته دي، فلازم بقى ابدا انا اشير الحاجات اللي اتعلمتها وابدا اساعد الناس زي ما انا اتساعدت، اللي هو عمل تطوع، عمل بدون اجر. يعني بتساعد ناس عندهم كام سنة تقريبا يعني؟ كل يعني هو هي الورك شوبس تبقى A و B و C، A اللي هو بيبقى تقريبا من الثالثة ابتدائي، وبعد كده B لغاية 6 ابتدائي، و C لغاية ثالثة اعدادي. فأنا ببدأ إن أنا عمل تطوعي، بنحضر في الورك شوبس، بنحضر الماتيريالز بتاعت الورك شوبس اللي هتبقى موجودة جوه، يعني عمل تطوعي بنشتغل بدون مقابل، مجرد إن احنا نطلع الورك وانت شوبس دي في النموذج أحسن بقى اللي انت صورة. عملته ده يقلل من حوادث السفن؟ هو مش نموذج، هو الفكرة هو تعديل في حاجة موجودة اوريدي في السفن، بس يقدر يزيد من كفاءتها. يعني مثلا لو كانت الدبل هال ده بيقدر يستحمل فورسز سي اكس مثلا، الدبل هيل هو ايه؟ اللي الدبل هو هال ان السفينه معموله من طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. فكره التعديل بتاعي ان هو يزيد من كفاءه الدبل هال ده، ان هو يتحمل فورسز اعلى ساعه حوادث السفن. هي دي يعني هو ما ينفعش انا لما اجي معمل بروجكت انا عايز الغي حوادث السفن، ما ينفعش الموضوع يبقى عام قوي كده، لازم ان انا بتخصص في نقطه صغيره جدا، او امسك نقطه وابدا اعمل فيها تعديل، وابدا اشوف الفاريبلز عندي اتغيرت عن قبل ايوه. كده طب ايه. كل شغلك كان نظري ولا اشتغلت على سفن لا حقيقية كمان؟ اشتغلت بصوره عمليه، بس سكيل السفن سكيل كبير كبير. جدا، فانا عشان ابدا اوصل لريزلت اكيوريت وفي نفس الوقت بامكانيات نتائج دقيقة. نتائج دقيقه، وفي نفس الوقت بالامكانيات المتاحه، او باكتر حاجه ما احطش امكانيات شماعه كده ان انا ما اشتغلش لان ما فيش امكانيات. فان انا بدات ان انا اشوف انا خلاص وصلت للتعديل بالتصميم بتاعي عايز اختبره، بدات ان انا اعمل المحاكاه على برنامج سوليد ووركس. ده برنامج يعني معترف بيه في الموضوع بتاع المحاكاوي، ان انا اقدر اخد الريزلت بتاعته حاجه دقيقه، ان انا بدات ادخل عليه فورسز كان الدبل هول ما بيقدرش يستحملها، وابدا اشوف الموديفيكيشن بتاع التعديل بتاعي هيقدر يتحمل اعلى من الفورسز دي يعني قد انت ايه. اشتغلت على نموذج معترف بيه. على البرنامج على الكمبيوتر، وبعد ما خلصت البرنامج على الكمبيوتر بدات ان انا اعمل بروتوتايب فعلا، يعني لجزء من نص لا سفينه، دي صورة، انت ده جزء للبروتوتايب، سجادة البيت ولا سجادة مكتبة دي اسكندرية؟ سجادة البيت. دي سجادة البيت. يعني الصور
بتقول ده البروتوتايب اللي انا عملته في لا شركة. يعني احب اعرف دي الصالة ولا دي ولا الصالة. الصالون. انا مبسوطة بيك، انا ما يعني ده شيء لا عظيم طبعا، يعني. يعني هو اهم حاجة ان الواحد يبدأ يستخدم كل هي ماما اللي ممكن تبقى متضايقة قاعدة في البيت عمالة تقول يا ريتني صورتها على السجادة احلى. ايوه ده النموذج وانت مصوره في البيت. قدام صوره في البيت. يعني النموذج ده انا قعدت اشتغل تقريبا عليه اسبوعين في شركه ترسانه البحريه، يعني ده جزء من نص سفينه موجوده فعلا، سفينه مصريه يعني او سفينه معموله في مصر اسمها الحريه 3 بتصنع شركه اسكندريه، شركه ترسانه البحريه في اسكندريه. وبدات ان انا اشتغل معاهم وان انا عملت الجزء ده فعلا بسكيل، يعني مقاسات متصغره بطريقه علميه، وبدات احط عليها التعديل ده واشوف هو عظيم. بيقدر يتحمل قد ايه قبل كده.